بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي الدكتور وليد عبد العاطي حامد، استاذ الجهاز الهضمي والكبد والنظير جامعه عين شمس. احنا بنتكلم على المرضى ما هو تعريف هيباتيتس سي او التهاب الكبدي الفيروسي سي. عندنا نوعين من التهاب الكبدي الفيروسي سي: التهاب كبدي حاد والتهاب كبدي مزمن. التهاب الكبدي الحاد ده في معظم الاوقات بيفتكر العيان ان هو عنده انفلونزا وان هو اصاب بانفلونزا، ان هو ما يحسش خالص اعراض التهاب الحاد بتاع فيروس سي الا في النادر. فاحنا ما بنشوفش معظم العيانين دولت، احنا بنشوف دايما معظم العيانين بتوع التهاب الكبدي الفيروسي سي المزمن. التهاب الكبدي الفيروسي سي المزمن زي ما احنا كلنا عارفين بيبقى عن طريق الدم والبلازما ومشتقات الدم ودكاتره الاسنان، ولو اتشكيت باي كذا مره سرنجه. عشان كده احنا دايما نلاحظ ان احنا يعني في الكوافير او في الناس اللي هي بتستخدم اللي هي الحاجات اللي زي مبرد الضوافر، الالات الحاده زي الحلاقين، زي مثلا بيبقى برضو زي زمان في كرة ونجوع بيستخدموا الموس في الطهاره. يعني الحاجات دي كلها طبعا الحمد لله العادات دي ابتدت تنقرض تماما، بقى كله حاجات ديسبوزبل عشان نمنع من ارتداد الفيروس سي تاني. وان احنا الحمد لله من بعد المبادره اللي احنا شفناها من سياده الرئيس قد ايه ان احنا شايفين في مراكز العلاج ان العيان بقى فاهم كويس قوي يعني ايه التهاب كبدي فيروس سي، بيتنقل ازاي، عن طريق الدم ولا لا. هو طبعا بيسال سؤال مهم، بيتنقل عن طريق من الراجل لمراته او من الست لجوزها؟ لا، هو عن طريق الدم وعن طريق مشتقاته. لكن دايما احنا بنحب اول الاحتراس. العلاج بتاع فيروس سي دلوقتي بقى امن جدا، الجرعات 3 شهور. احنا يمكن في المؤتمر ده اللي احنا بنتكلم فيه هو جمال الموضوع ان في ادويه كتيره اتطرحت في السوق من حوالي اسبوع عشان العيانين اللي كان عندهم استسقاء والعيانين اللي كان بيشتكي من التهاب كبدي وفيروسي سي ومش عارفين نعالجه. فده حاجه جميله ان الواحد دلوقتي بقى عنده علاج للناس او جروب من العيانين دولت اللي احنا كناش عارفين نتصرف معاهم خالص. ده بالنسبه للتهاب الكبدي فيروسي سي. طيب احنا بنخاف من ايه؟ بنخاف من ان انت ما تاخدش العلاج وتسيبه، لا تاخد العلاج وتتابع بعد كده. متابعه مهمه جدا عشان نشوف اولا في ارتداد للفيروس تاني ولا لا، نوع العلاج ده بتاعك جاب التاثير بتاعه ولا لا. لو قدر الله في اي مشاكل بنكتشفها في الاول. في المتابعه دايما في قد الاهميه بتاعت انك انت تشوف العينين بتوع فيروس سي وتتابعهم. شكرا جزيلا.